بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اسعد الله مساكم بكل خير. هذا هو وادي اوال نزل الان من مرتفعات بعيده السروات، والحقيقه نروح الصبا في السيل، جاي السيل من مسافات بعيده، هو سيل كبير الحقيقه ليس بالسهل. وكما تشاهدون الان احنا لحظه بلحظه، اليوم 25 لا ادري التاريخ دقيق او لا، من شهر 6 من العام 37 كما الآن تقريبا الآن حوالي الساعة 3:45 عصرا، وجعلها الله أمطار خير وبركة. كنا جاي من مرتفعات قمم وجبال الصروات، من وادي الطف ومن وادي قران ومن وادي الواشل. هذا هو وادي أوال الجهات. موجودين، اطلع اطلع اطلع، موجودين الشباب معي، موجودين الآن على جنبات الوادي قبل مناظر السيل. علي عبد الله، سالم عبد الله، هناك حسين سالم وسعود سالم. الحقيقة من مشاهدة ومتابعين سألوا عن السيل في هذا الوادي، وأنا الآن يحوط بي من جميع الجهات. ربما انه الحقيقه لا ندري عن قوه السيل، ربما يكون كبير جدا، وانا الان في قلب السيل. اطلع 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 فوق. أتمنى الأخوان المتابعين مشاهدة السيل وكأنكم تعيشوا وسط الحدث، وكأنكم الآن موجودين معي في قلب الوادي. جعل الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها رجال البلاد. تمتعوا، سوف أقطع التعليق. تمتعوا بالتصوير.